مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ولقاء يتجدد دائما مع صباح كل يوم وبنصبح عليك. النهارده الاربع 27 من شعبان عام 1443 هجريا، 30 مارس 2022. كل عام وحضراتكم بخير، يعني فلكيا ان شاء الله يوم السبت القادم اللي هيكون موافق يوم 2 ابريل هيكون اول ايام شهر رمضان الكريم، ولكن ان شاء اكيد بننتظر طبعا الاحتفالية اللي بتقام لاستطلاع هذا الشهر الكريم هلال شهر رمضان، واللي هتقام بعد غد بإذن الله يوم الجمعة اللي هيكون موافق يوم 29 شعبان 1 إبريل. بعد استطلاع هلال شهر رمضان بتؤكد لنا دار الإفطرية بداية هذا الشهر المعظم. كل عام وحضراتكم بخير. بالتأكيد باتت مصر امبارح ليلة حزينة بعد طبعا خسارة الأمل للذهاب للمونديال، بعد ما خسر فريقنا فريق المنتخب المصري أو المنتخب القومي لكرة القدم. خسرنا أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1، والحقيقة يعني بنقول هارد لك لمنتخبنا المصري. واختلفت الآراء، كلنا تابعنا عدد كبير من المحللين الرياضيين، اختلفت الآراء حول أداء المنتخب القومي لكرة القدم، اختلفت الآراء أيضا حول خطة كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، يعني ما بين مؤيد ومعارض، ما بين موافق على خطة كيروش وتغييرات وتعديلاته وما بين معارض، ولكن طبعا جاءت ركلات الترجيح لتخيب الأمل في الذهاب للمونديال. عموما هتكون معنا فقرة مهمة، ودايما بنقول يعني مثل هذه المباريات حتى اللي مش بيفهم في كرة القدم ولا فنيات قدم، ولكن بنقول كلنا وراء اسم مصر، كلنا وراء المنتخب المصري، وكنا ندعم المنتخب المصري لانه اسم مصر بنحبه ان هو يكون عالي في اي مجال من المجالات. هتكون معنا فقره مهمه لاداء المنتخب المصري ولالقاء الضوء على هذه المباراه. كمان معنا فقرة مهمة بنتكلم فيها عن الإعلام الصحي أو الإعلام الطبي. بالتأكيد كل المجتمعات وكل الدول سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية بالتأكيد بتعاني في فترة من الفترات من وجود أزمات صحية أو من وجود فيروسات معينة بتسبب الأمراض، ويمكن كانت آخر أو أحدث هذه الفيروسات كان فيروس كورونا اللي كل العالم، هذه الجائحة اللي أصابت العالم كله. وجاء دور الإعلام الطبي أو الإعلام الصحي ليقدم المشورة، ليقدم النصيحة، ليقدم التوعية والمعلومات الكافية. النهاردة هنتكلم عن دور الإعلام الصحي في دول كثيرة، هنتكلم عن دوره في الأمراض التي قد تصيب مجتمع من المجتمعات. ده كان استعراض سريع لفقراتنا اللي هنشوفها ونتابعها مع حضراتكم النهاردة، لكن في البداية هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار من بعض الصحف المختلفة. مشاهدينا بنبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار الأربعاء 30 مارس. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل المنفي ويؤكد دعم مصر لتحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير خارجية قطر ويثمن التقدم الملموس بالعلاقات الثنائية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لوزير خارجية قطر ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى رسالة من نظيره الكونغولي تؤكد التقدير العميق للجهود المصرية. رئيس الوزراء مد العمل بالمنافذ والشوادر لبيع السلع لما بعد شهر رمضان. رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رمضان المعظم. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نتوقف ثواني مع حضراتكم، وبالتأكيد بنوجه كل التحية والتقدير لكل المسؤولين في الحكومة المصرية، لأنها بالفعل بتوفر الكثير والكثير من المنافذ، الكثير من المعارض لبيع عدد كبير جدا من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار اقتصادية، بأسعار مناسبة لكل مواطن مصري. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، ومرة تانية كل عام وحضراتكم بخير، بنهنئ حضراتكم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، ويعني زي ما قلنا بنحاول بالفعل ان احنا نسيطر على اسعار المنتجات الغذائيه. كل مواطن عليه ان يتوجه الى كل هذه المعارض اللي بتقيمها الدوله المصريه علشان بالفعل نحارب الغلاء والاستغلال من قبل بعض التجار، يعني اصحاب النفوس الضعيفه. بنرجع مره تانيه ونواصل اخبارنا.
الحكومة تنفي تعاقد هيئة البريد مع شركات شحن جديدة ومنحها العلامة التجارية. إغلاق جميع الملاهي الليلية ومحال الخمور طوال شهر رمضان الكريم. انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44%. وآخر أخبارنا مع الأرصاد الجوية واستعراض سريع لدرجات الحرارة في بعض المحافظات. الأرصاد الجوية طقس الأربعاء ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بجميع الأنحاء. درجات الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 27 والصغرى 13، في الأسكندرية 23-12، في مرسى مطروح 22-10، في سوهاج 30-11، في قنا 32-12، في أسوان 35-15، وأخيرا في مدينة سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 5. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع مرة تانية وبنقدم لحضراتكم فقرة بنتكلم فيها عن دور الإعلام، دور الإعلام الصحي أو دور الإعلام الطبي في دعم المبادرات الصحية التي تقدمها الدولة، تقديم المعلومات الكافية لكل مواطن مصري علشان يكون عندنا الوعي والثقافة الصحية اللازمة لمواجهة أي جائحة أو أي مرض من الأمراض. فاصل ونرجع مرة تانية ونواصل اللقاء. بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا، ودايما بنقول إن الإعلام دوره مهم جدا في أي مرحلة من المراحل الزمنية اللي بيمر بيها أي يعني وطن من الأوطان أو بتمر بيها أي دولة من الدول. النهاردة هنتكلم عن الإعلام الصحي. يعني إيه إعلام صحي؟ قد يكون يعني هذا المفهوم أو هذا المصطلح حديث شوية، لأنه بالتأكيد كلنا عرفناه وكلنا تابعناه، والحقيقة كان ليه دور إيجابي قوي جدا بعد جائحة كورونا. قدم لنا المعلومة الكافية من خلال استضافة كبار الأساتذة وكبار الأطباء في هذا المجال، قدرنا نعرف معلومات كتيرة عن هذا الفيروس، قدرنا نقي أنفسنا. وطبعا بالتأكيد الإعلام الصحي بيكون ليه دور كبير في يعني مش بس في مواجهة جائحة كورونا، ولكن بشكل عام في تقديم المعلومة الطبية، في تقديم النصيحة أو المشورة، علشان دايما يكون عندنا الوعي والثقافة الصحية. الحقيقة لقاءنا النهاردة بتسعدنا وبتشرفنا الأستاذة مي عبد الوهاب، وهي المعيدة بكلية الإعلام. أهلا بيكي معانا يا مي، شرفتينا ونورتينا. معانا كمان الطالبة فاطمة مجدي، وهي إحدى الطالبات بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بيكم معانا، شرفتونا ونورتونا. مي، اسمحي لي كده بشكل عام، بنقول الإعلام الصحي، يعني عايزين نعرف هذا المفهوم كده بشكل علمي سليم ومبسط. في البداية بشكر حضرتك. الإعلام الصحي هو فرع من فروع الإعلام المتخصص. أي. يعني بيختلف عن الإعلام العام في أنه بيركز أكتر على المجال الصحي. تمام. ده مش معناه أنه هو بس بيناقش الأوبئة والأمراض وطرق العلاج وسبل الوقاية. لا، هو كل ما يتعلق بمجال الصحة. يعني لو في ندوات بتتعمل، لو في ورش عمل، في مشكلات صحية، إنجازات بتحصل في المستشفيات. يعني ممكن الإعلام الصحي يعرفني إن عدد الأسرة في المستشفيات زاد، إن في جهاز جديد، إن في خدمة طبية مجانية بتقدم. كويس. فهو كل ما هو متعلق بالمجال الصحي، يعني كل ما يخص صحة المواطن أو الإنسان المصري فهو يطلق عليه إعلام صحي. بالظبط كده. تمام. بالظبط. طيب لو اتكلمنا عن دور الإعلام الصحي في دعم المبادرات اللي هي خاصة بصحة المواطن المصري واللي قدمتها الدولة المصرية الحقيقة يعني يمكن من 5 سنين أو من 6 سنين، وكان طبعا أشهرها وأكبرها وأقواها مبادرة 100 مليون صحة اللي انبثقت منها الكثير من المبادرات، مبادرات خاصة بصحة المرأة، بصحة الطفل. دور الإعلام إيه في دعم وفي توعية المواطن بمثل هذه المبادرات الصحية؟ هو الإعلام الصحي يعني الهدف الرئيسي إن هو ينشر المعلومات الصحية السليمة، خاصة في ظل جائحة كورونا لقينا إن المعلومات كلها معلومات مغلوطة. بدأت الناس حتى على السوشيال ميديا تكتب مثلا علاج معين لكورونا، بنستخدم أدوية فيروس سي في علاج كورونا، فكان كلها أدوية مغلوطة. تمام. فالإعلام الصحي هو هدفه هنا ان احنا ننشر المعلومات الصحية السليمة، وده اللي كانت بتعمله فعلا وزارة الصحة المصرية من خلال نشر البيان اليومي بعدد الحالات والإصابة والمنشورات الخاصة بالتوعية. ده أول هدف من أهداف الإعلام الصحي. تمام. تاني هدف ان هو احنا كان لازم نشعر الشعب المصري بخطورة الفيروس الموجود. يعني هو الإعلام الصحي دوره ان هو يشعر الشعب أو المجتمع بخطورة الأمراض الموجودة حواليه. تمام.
وينشر في نفس الوقت المعلومات الصحية السليمة، ينشر العادات الصحية والسلوكيات الصحيحة. صحيح. نبدأ نغرس العادات دي ونبدأ نغير السلوكيات الخاطئة. صحيح. يعرف المواطن بالإجراءات الاحترازية وأهمية اتخاذ هذه الإجراءات، إن هي إلى حد ما هتقينا بنسبة كبيرة من الإصابة بالفيروس يعني. بالضبط كده. برضو هدف الإعلام الصحي إن هو حتى يبدأ يبقى فيه تربية للأطفال على السلوكيات الصحية. صحيح. فإحنا نبدأ نتكلم بقى على البرامج الصحية، سواء ممارسة الرياضة، التغذية الصحية السليمة، تعزيز المناعة، نبدأ نغير السلوكيات الخاطئة، لأن نبدأ من مرحلة الطفولة بالسلوكيات الصحية. برضو إحنا بنقول إن الإعلام الصحي هو هدفه إن هو يحقق الأهداف الصحية في الخطط الاستراتيجية الموجودة في الدولة دلوقتي. يعني طبعا الصحة في مقدمة المجالات المتعلقة دلوقتي بالخطة التنموية في الدولة، فزي حملة 100 مليون صحة لما اتعملت، فهو هدفه طبعا إن إحنا نبقى دايما يعني ايه في المقدمة، الصحة تبقى في المقدمة. اكيد دايما بنقول ان الصحة هي الاستثمار الاول في حياة اي انسان، يعني طبعا. لما بنتكلم على مشاريع، بنتكلم عن تقدم، عن تنمية، فاهم حاجة هي صحة الانسان. طيب اسمح لنا مع فاطمة. وفاطمة بنقول ان كلية الاعلام عقدت مؤخرا ندوة بعنوان الاعلام ودعم صحة المواطن المصري. هي الندوة كده من عنوانها يعني متكلمة عن الموضوع كده بشكل سريع. كلمينا كده عن هذه الندوة وأهميتها وأهداف برضو الإعلام الصحي من خلال بقى تفهمك أنت كطالبة في كلية الإعلام. مش من أول مرة حضرتك جدا. هي الندوة يا حبيبتي ونورتينا. هي الندوة جزء من المشروع بتاعنا احنا. أيوة. المشروع بتاعنا أصلا عن الصحة، فاحنا عملنا الندوة دي كجزء من المشروع. الندوة دي جبنا فيها مثلا كمية دكاترة كبيرة يتكلموا عن الموضوع، وطبعا الطلبة جمعنا طلبة بقدر المستطاع عشان المعلومات تطلع من أفواه دكاترة، يعني هم اللي بيقولوا المعلومة. صح. احنا طبعا احنا اللي عاملين الحملة بس المعلومات الكافية مش عندنا، احنا بس بندعم الحاجات دي. فاحنا جبنا دكاترة هي اللي تتكلم بحيث ان المعلومات تطلع فعلا من كلام دكاترة، هم فعلا الكلام الصحي منهم هم. بس الأهداف الرئيسية إيه لهذا المشروع يا فاطمة؟ يعني هل المعلومات في إطار مثلا موضوع معين، ولا بتبقى معلومات عن التوعية الصحية بشكل عام؟ بشكل عام كانت عن المناعة. بس بقى بنتخصص فيها في أجزاء معينة. يعني ربطنا الصحة النفسية بالمناعة، التغذية. وبنتكلم بقى فيها عن حاجات كتير. أهدافنا فيها إن نوعي الناس بعد كورونا، إن كلنا اكتشفنا إن المناعة كانت أهم حاجة. صحيح. نبتدي بقى المناعة بتاعتنا تاني سليمة، ونهتم بيها أكتر، ونوعي الناس بأهميتها وإزاي نهتم بيها وإزاي نعززها أكتر. معلومات بقى الناس ما تعرفهاش عن المناعة. الناس قلعت الماسكات خلاص، قال كورونا خلصت. بس لا للأسف ممكن مش عشان كورونا بس، بقية الأمراض كلها المناعة أهم حاجة، أي تقيك من أي مرض تاني. المناعة كده من خلال معلوماتنا العادية هي خط الدفاع الأول يعني في جسم كل إنسان ضد الإصابة بكل الأمراض تقريبا يعني. وده اسم الحملة بتاعتنا فعلا، اسم الحملة بتاعتنا بتاعت المشروع خط دفاع. شفتي بقى معلوماتنا صحيحة. طيب فاطمة، طبعا جانب مهم جدا في هذا المشروع هو المتلقي، يعني المتلقي لهذا النوع من أنواع الإعلام. بتسمعوا أراء الناس مثلا، الناس لما بتسمع برنامج فيه معلومات صحية بيستفيدوا فعلا منه، بيبدأوا يطبقوا المعلومة اللي سمعوها؟ أيوة طبعا. احنا أصلا مترجتين الجمهور المستهدف بتاعنا، واخدينه من سنة 18 سنة لسنة مثلا 45 سنة. ونترجت فيه بنات والشباب والاطفال وكبار السن، بنترجت فيه ناس كتير قوي. واحنا فعلا عملنا استمرت استقصاء وشفنا الناس ايه هي تعرف ايه عن المناعه، المعلومات الصحيحه اللي يعرفوها، ايه هي المعلومات الغلط، عرفنا منهم كل المعلومات الكافيه، ولقينا منهم رد فعل كويس جدا ان الناس فعلا المعلومات دي ما كانوش يعرفوها، واستفادوا جدا من المعلومات الجديده اللي عرفوها، ولما عرفوها بداوا يطبقوها في حياتهم وبدات تكون مفيده فعلا بالنسبه لهم. بالظبط. تمام. طيب مي، واحنا بنتكلم عن الاعلام الصحي وانت قلتي ان هو نوع من انواع الاعلام المتخصص، ازاي ممكن نطور هذا الاعلام بما يواكب التحول الرقمي اللي المجتمع المصري بيشهده في هذه المرحله؟ دنيا عبد العزيز. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، ويعني احنا بنقدم لكم كل الشكر والتحية والتقدير على هذه الحملة، فعلا عيشها صح، وفعلا خط الدفاع الأول. خط الدفاع ده مهم جدا، يعني بغض النظر عن الجائحة، بغض النظر عن أي نوع من أنواع الفيروسات، أي نوع من أنواع الأمراض، لازم نقوي خط الدفاع الأول علشان يعني لو أي فيروس قادم لا قدر الله يعني نبقى احنا مستعدين ليه ونقمة السليمة.
مي، توقفنا عند تطوير الإعلام المتخصص وإزاي يعني ممكن هذا التطوير يواكب أيضا التحول الرقمي اللي بيشهده المجتمع المصري في هذه المرحلة. أحب أقول لحضرتك أن التحول الرقمي هو سلاح ذو حدين. يعني احنا ممكن نقول ان فترة جائحة كورونا حتى في فترات التوعية الصحية المفروض تبقى موجودة دايما، بنعتمد دلوقتي على النيو ميديا بشكل اساسي يعني. فاحنا بنقول ان مثلا فترة الكورونا كان الشعب كله موجود على الفيسبوك، على تويتر، بيتابع كل حاجة، حتى الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية كنا بنتابع البيان اليومي بشكل يعني ملتزمين جدا بمتابعة هذا البيان يوميا. فهو سلاح ذو حدين، احنا نقدر ننشر المعلومات للجمهور، نقدر ننشر البيانات الصحيه والاحصائيات، نقدر ننشر الاجراءات الوقائيه وطرق العلاج، نقدر ننشر المستشفيات اللي ممكن تعالج وتلقى يعني اللي فيها اماكن تلقى المرضى، اجراءات العزل، كل الحاجات دي احنا ممكن ننشرها من السوشيال ميديا، وهي هتوصل لشريحه كبير جدا من الجمهور، لان دلوقتي مش بس الشباب هما اللي بيستخدموا السوشيال ميديا، احنا عندنا اطفال بيستخدموا السوشيال ميديا، الشباب كبار السن حتى بيستخدموا السوشيال ميديا. فهنوصل بشكل اسرع واقوى يعني، لان هي الوسيله دلوقتي المسيطره يعني في الاعلام. صحيح صحيح. يمكن بعد جائحه كورونا حتى اللي كان بعيد شويه عن التعامل اونلاين او التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي اصبح ان هو مجبر او مضطر ان هو يعرف ازاي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. لان هي كانت البديل الاساسي او البديل الرئيسي للعلاقات الاجتماعيه او العلاقات يعني مع الزملاء ومع الجيران، بدانا شويه نحد من هذا التعامل وهذه العلاقات يعني. وبرضو يعني حتى بنلاقي ان كان في تطبيقات ومواقع الكترونيه بتساعد المرضى ان هم يتواصلوا مع الطبيب. صحيح. بمكالمات هاتفيه او بفيديو كول. فمثلا فترات الحجر الناس كانت قاعده في البيت، كبار السن صعب يقدروا يخرجوا، لقينا ان دلوقتي بقينا ممكن نكشف يعني في الامراض، بعض الامراض اللي ممكن نكشف عليها بالتليفون او بفيديو كول. أي. الطبيب. صحيح. بدا يكشف وهم قاعدين في البيت. فهو دلوقتي احنا التحول الرقمي فات جدا، كان في بعض الصفحات للاطباء بقى المتخصصين بتنشر ايه هي الاجراءات الاحترازيه وبتنشر بعض النصائح لكبار السن. على بقى الجانب الاخر كنا بنلاقي ان بيطلع كده بعض الناس في التعليقات يقولوا ان مثلا اليانسون ده علاج للكورونا مثلا، وانتشرت فتره ده في اعشاب معينه لعلاج الكورونا. طبعا زي ما بيبقى في جانب كويس بيبقى في جانب وحش إيجابي يعني، في جانب سلبي، في جانب سلبي طبعا. فبس احنا المفروض بقى نعمل ايه؟ المفروض الجمهور نبدا نوعيه. انت عندك رساله بتتعرض ليها، تبدا تعرف ايه هي المعايير اللي بناء عليها تحكم على صدق او كذب الرساله الاعلانيه. فالمفروض يبقى في معايير معينه نعرفها، حتى يبقى في مقرر في المدارس نعرف الطلبه من ابتدائي مش بقى انت بتتعرض لكميه رسائل اعلاميه كتير جدا. أي صح. ازاي تبدا تحللها وتتاكد من مصداقيتها؟ ما مش كل حاجه هشوفها انا هقدر اثق فيها. صحيح صحيح. دي نقطة مهمة جدا يا مي، هرجع لها بتفصيل أكتر، لأنه فعلا زي ما أنت قلتي كلمة يعني ممتازة الحقيقة، مش كل حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي نثق فيها. ما هو يعني مع احترامنا للجميع، أي حد غير متخصص وغير فاهم يقدر يقول أنا الدكتور فلان الفلاني أستاذ مثلا التغذية وما أكثرها يعني في هذه المرحلة. أيوة. وبقول لكم على نوع معين من الأعشاب، على نوع حتى نوع من الغذاء المعين ده. بيقوي المناعة، وقد تكون كل المعلومات خاطئة يعني. فهنرجع تاني وهقول لك ازاي اللي بيتعامل او بيتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي ازاي يقدر يتاكد من صحه هذه المعلومه ومن مصداقيه يعني هذا الشخص اللي بيتحدث، هل هو فعلا طبيب متخصص ولا يعني اي شخص بيقول اي كلام. بس اسمحي لي هنتكلم مع فاطمه. فاطمه قولي لي كده، دور كليه الاعلام في دعم الطلبه وخصوصا في دعم هذا المشروع اللي هو بعنوان خط الدفاع؟ احنا مبدئيا الكليه عشان احنا في سنه رابعه بنعمل مشروع تخرج، هو بصراحه دور الكليه ان هي بتخلينا نعيش الحاجه على ارض الواقع، كل اللي درسناه في الاربع سنين بنعمله في الحملات اللي بنعملها في الاخر خالص. كويس. فاحنا كل اللي اتعلمناه في اولى وثانيه وثالثه طبقناه في الحمله، فده بصراحه دور كبير جدا بالمواد بقى كلها اللي خدناها. فهو المشروع ده ما الا ان هو ياهلنا لسوق العمل، ياهلنا بيحسسنا كمان من واجبنا كمسؤوليه اجتماعيه كطلاب ان احنا نعمل حملات زي دي.
حمايات اجتماعيه بقى احنا اللي نختار. بس احنا بقى فضلنا كطلبه ان احنا نختار الموضوع الصحي يعني عشان يسير الاحداث. الناس خلاص لازم تبقى عندها وعي كافي بالحاجات دي. فالكليه بصراحه ساعدتنا جدا ان احنا الموضوع محدش علق عليه خالص. احنا بيسيبونا نختار كل المواضيع اللي احنا عايزينها نتناولها بالشكل اللي احنا عايزينه. يعني نعمل حتى الندوات الكليه فتحنا ان احنا نعمل ندوات على طول. بنعمل عملنا ندوه عن طفل وتحديات العصر وتكلمنا فيها برده عن المناعه اطباء للاطفال. واخر ندوه كنا عاملينها مع الحياه صحيه افضل كويس. اخر واحده في الكليه. فالكليه بتساعدنا بصراحه ان احنا نعمل الندوات دي بشكل مستمر. نعيش الحياه نعيش اللي درسناه على ارض الواقع وتنفذه وتقدموا المشروع بتاعكم دوت يعني بشكل فيه بشكل قوي بشكل فعلا ان انتوا تقدروا تحصلوا على تقديرات عاليه من تقديم هذا المشروع. طيب كمان يا فاطمه انتوا كشباب يعني ما شاء الله دلوقتي في دعم وفي تقدير كبير جدا من قبل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. دايما الحقيقه بيشيد وبيؤكد ثقته الكبيرة في الشباب المصري. انتوا كشباب رؤيتكم ايه بقى للقضايا اللي كان مثلا بيعاني منها مجتمعنا المصري من سنوات ماضية زي مثلا قضية الزيادة السكانية على سبيل المثال، مثلا قضية من اهم القضايا او اللي اصبحت جريمة حاليا وهي ختان الاناث. هل عندكم حلول جديدة، حلول مبتكرة، حلول خارج الصندوق زي ما بنقول؟ هي الكلية كمان بتاعتنا بتشجعنا على كده. احنا 4 سنين احنا الكلية بتاعتنا كلية عملية جدا كويس. نعمل حملات طول ال4 سنين. فاحنا فعلا عملنا حملات عن ختان الاناث وعملنا عن الزياده السكانيه وعن البطاله. فاحنا فعلا يعني بنواجه الحاجات دي بقى بحملات بتناقشوا القضايا المجتمعيه بنناقشها فعلا وبنعمل لها اعلانات وبانرات بنناقشها احنا كطلبه وبنجيب لها حل بقى سواء بقى عن طريق فيديو عن طريق اعلان عن طريق اي حاجه تانية ممكن نعالجها. هل في حلول جديده مثلا عن تنظيم الاسره او الزياده السكانيه بشكل عام مثلا كقضيه من اهم او تحدي من اهم التحديات اللي بتواجه المجتمع في المرحله دي؟ مثلا في حاجه جديده، زياده التوعيه، زياده مثلا المراكز الصحيه اللي بتقدم مثلا وسائل تنظيم الاسره، حاجات زي كده، ولا لسه في مجال دراسه مثلا المشكله دي؟ او احنا فعلا احنا الكليه بتعلمنا ان احنا ازاي نتعامل مع المشاكل دي او ان احنا نصاغ ليها ازاي. زي ما دكتور مية قالت مش عشان الناس قالت في مثلا جريمه على النت فاحنا فعلا هنقول في جريمه. لا، الكليه بتعلمنا ازاي ناخد المصدر فعلا مصدر المعلومه صح، ازاي نحلها احنا كشباب كويس. نفكر فيها كشباب نحلها احنا بطريقه، بس هي طريقتنا ما وصلتش يعني فاهمه. كلها طريقه الكليه هي اللي بتعلمها لنا نعملها فيها يعني فاهماني. بتحاولوا تدرسوا ايه الطرق السليمه اللي تتعاملوا بيها مع القضايا المجتمعيه او مع المشاكل المجتمعيه. وده الكليه معانا خصوصا عايزين طرق جديده حديثه مبتكره، لانه يعني الحقيقه مشكله تنظيم الاسره دي او الزياده السكانيه عفوا تحدي الزياده السكانيه اللي بيواجهنا في هذه المرحله هي مشكله متاصله وتاريخها يعني كبير جدا. يمكن بدات من اوائل الثمانينات عندنا في مصر ولكن ما زالت موجوده وما زلنا بنعاني منها. فاذا احنا محتاجين حلول مبتكره، حلول مختلفه يعني. ان شاء الله على ايدين الطلبه وعلى ايدين الشباب هيقدموا لنا الحلول الجديده والحديثه باذن الله. طيب مي، يمكن احنا كنا توقفنا عند نقطه مهمه وهي زي ما بنقول ازاي نتقي الشخص او ازاي نستوثق من المعلومه اللي بيقولها هذا الشخص. هل اذا كان هذا الشخص طبيب فعلا ولا بيقول معلومات غلط وهو اساسا مش طبيب؟ احنا لما نشوف رساله بنتعرض ليها سواء على السوشيال ميديا او على اي وسيله من وسائل الاعلام نبدا نسال مين مصدرها. هل المصدر ده طبيب والطبيب ده مثلا معروف وليه نشاط ليه نشاط فعلا في ان هو بيعالج الناس مثلا على السوشيال ميديا وموثوق فيه، ولا هو مثلا حد احنا ما نعرفوش وكتب ان هو طبيب؟ أيوة. هل المصدر جهه مثلا مسؤوله وجهه حكوميه؟ يعني المصدر وزاره الصحه المصريه، منظمه الصحه العالميه. هل المصدر موثوق فيه ولا اي مؤسسه تطلع تقول صحيح. مثلا ان انا ده انا بعالج مثلا الكورونا او انا باجي اعمل تحاليل معينه تكشف فيه كورونا ولا لا؟ ما ينفعش تصدق كل حاجه بتعرض لها. صحيح. وسمعنا كتير يا مي يعني دون ذكر اسماء او مواقع او اسماء قنوات معينه، سمعنا كتير عن قناه بتقدم معلومات خاطئه كانت بتستضيف عدد كبير من الاشخاص وبيقال عنهم ان هم اساتذه واطباء وهم مش أطباء. كانوا بيقدموا للاسف بعض الادويه كمان اللي غير مصرح بها من قبل وزاره الصحه. فدي مشكله، وللاسف المواطن كان يعني بينجذب او كان بيقتنع بمثل هذه الاراء وهي الحقيقه اراء خاطئه كلها. هي المشكلة في ان هم بيلعبوا على الجمهور مستواه التعليمي
والاجتماعي ضعيف شويه، فهم بيلعبوا على انه ممكن ما يبقاش عنده معلومات كافيه، ما عندوش القدره على ان هو يحلل الرساله ويتاكد من مصداقيتها. صحيح. فهم بيبداوا يدخلوا بيكلموه بلغته وبيبداوا يعني هم دارسينه كويس جدا، فدي المشكله ان هم يعني هم دارسينه كويس قوي فعارفين المداخل بتاعته. طيب يبقى اذا الاساتذه بقى وكبار الاطباء وطبعا كليه الاعلام بالتنسيق او بالتعاون مع الدكاتره والمعيدين في كليه الاعلام لازم نواجه يعني هذه الفئه من الاشخاص اللي هم هادفين بس للربح بشكل غير سليم، لازم نواجههم باللقاءات العلميه السليمه اللي بتكون مع كبار الاساتذه والاطباء اللي بيقدموا لنا النصيحه والمعلومه والمشوره العلميه السليمه، لازم نواجهها متهيألي بالطريقه دي، ولا ايه رايك؟ وده فعلا الكليه بتعمله تحديدا يعني قسم العلاقات العامة والإعلان، عندنا الأستاذة الدكتورة داليا عبدالله رئيسة القسم حريصة جدا في مشروعات التخرج السنة دي على مناقشة المجال الصحي. تحت المجال الصحي احنا بنناقش أكتر من مشروع، يعني احنا عندنا مشروعنا مشروع خط دفاع كويس. ده مشروع معني بتعزيز المناعة كويس. في مشروع آخر مشروع للعناية بصحة الفم والأسنان. في مشروع آخر لعدم تحمل اللاكتوز. في مشروع اخر بيتكلم عن فرط الحركه، ومن خلال هذه المشاريع بنقول بيبقى في لقاءات كتيره مع استشاريين ومع اطباء ومع اساتذه نعرف منهم المعلومه. هما الطلبه بصراحه بيقدروا ان هم يوصلوا لاطباء متخصصين وليهم كمان شعبيه كبيره. وبنبدا صحيح. نجيبهم صحيح. في الكليه بنعمل ندوات، طبعا الكليه حريصه جدا على الندوات. كمان الكليه دلوقتي بالاطفال جدا، فبنناقش موضوع مشروع عن فرط الحركه. في مشروعنا في خط الدفاع احنا بنناقش كمان اهميه الصحه النفسيه، لان بنلاقي ان الاعلام صحيح. الصحي ما بيتعرضش خالص صحيح. لموضوع الصحه مهم النفسيه، مهم جدا جدا جانب الصحه النفسيه ده. يا مي فاطمه تقدري تقولي لي كده نبذه عنه في دقيقه كده علشان وقتنا هو فعلا في مفيش وعي خالص بالصحه النفسيه، والناس كتير قوي ما تعرفش ان الصحه النفسيه جزء من المناعه، يعني الصحه النفسيه في النازل يبقى المناعه مفيش مناعه. فاحنا في المشروع بتاعنا يعني من اهدافنا ان احنا نوعي الناس بالصحة النفسية، وبنتارجت كمان الأمهات. يعني الأمهات مش بس تأكل كويس وكده، لأ، الصحة النفسية بتاعت ابنك جزء من مناعته. صحيح. فده جانب جديد احنا ضفناه للمشروع بتاعنا عشان خاطر نوعي الناس ان الصحة النفسية جزء كبير قوي من المناعة. صحيح صحيح. الصحة النفسية مرتبطة ارتباط كبير جدا جدا بالصحة العضوية. قد تتأثر الصحة العضوية ونصاب بمرض عضوي معين نتيجة مرض نفسي او معاناة معينة، وده لقينا ناس كتير قوي ما تعرفش عنه حاجة لما عملنا استمارة استقصاء على 400 ناس كتير قوي ما تعرفش ان الصحة النفسية ليها علاقة بالمناعة خالص. صحيح صحيح. عموما لا يعني احنا بنشكركم جدا على هذا المجهود وكل المعلومات اللي قدمتوها واللي هتقدموها وهنعرفها وهنتابع معاكم باذن الله. مي عبد الوهاب المعيدة بكلية الإعلام شرفتينا ونورتينا، وفاطمه مجدي احدى الطالبات شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله يكون ليكم مستقبل عظيم في المجال الاعلامي باذن الله.